ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وكالعادة عندنا فيديو جديد وفيديو مميز هنشوف من خلاله مجموعة من الادوات المنزلية الجديدة والحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما، وبتوفر علينا الوقت والجهد. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم. وطبعا هقول لكم وأعرفكم إزاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة، بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده عندنا الآلة دي وهي بتكون مخصصة لسلق البيض، استخدامها بيكون سهل جدا، وهي بتكون دورين وبتشيل معاكي حوالي 14 بيضة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم الأحذية، وهو بيبقى مكون من 6 أرفف تقدري ان انتي تثبتيه عندك في مدخل البيت او في الممر. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بتساعدنا نستخدم بواقي الصابون او الصابون السليم، وتقدري تستخدميها في تنظيف الهدوم او الأحذية او السجاد، يعني هي بيكون ليها كذا استخدام. وهنا بقى عندنا الكباسة اللي تقدري من خلالها تتخلصي من كل مشاكل الهدوم والأحذية، بيبقى ليها كذا طريقة في الاستخدام هتشوفيها من خلال الفيديو. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا صفاية الأطباق اللي تقدري تصفي عليها مختلف وأحجام الأطباق بعد ما بتغسليها، وطبعا بيجي معاها جزء كده تقدري ان انتي ترتبي عليه وتصفي الشوك والسكاكين اللي بتكون عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطعة دي، وهي بتكون عبارة عن بلاستيك تقدري ان انتي تثبتيها عندك على رقمة المطبخ وتنظمي عليها غطيان الحلل والمعالق اللي بتستخدميها وانتي بتطبخي، وطبعا بتساعدك على نظافة الرخامة وترتيب المطبخ. بعد كده عندنا الغسالة الحديثة، وهي بيبقى حجمها متوسط تقدري تسميها غسالة ميني، وتقدري طبعا تغسلي فيها مختلف الهدوم، وكمان ميزتها انها مش بتاخد مكان عندك، يعني تقدري تطبقيها وتفرديها لما تحبي. بعد كده معانا القطعة اللي بتساعدك على فرش الملاية على السرير، بتقدري من خلالها ترفعي بيها مرتبة السرير او تقدري انك تحشري بيها الملاية جوه السرير زي ما واضح كده قدامك من خلال الفيديو. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الشماعة اللي تقدري تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة، وهي بيجي معاها مجموعة من المشابك تقدري ان انتي تنشري عليهم الشرابات او الملابس الداخلية. بعد كده معانا الشماعة اللي تقدري من خلالها ترتبي وتنظمي عليها البناطيل، وكمان بتساعدك على استغلال المساحة جوه الدولاب. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المنظم اللي تقدري تثبتيه عندك على جدار المطبخ وتقدري تنظمي عليه مختلف انواع السكاكين والشوك اللي بتبقى موجودة عندك. وبعد كده تعالي شوفي معايا الجهاز ده بيساعدنا على سحب الهواء اللي موجود في اكياس حفظ الطعام، وبيساعدنا على تنظيم واستغلال المساحات جوه التلاجة او في الفريزر. بعد كده بقى عندنا الأداة دي اللي تقدري تثبتيها عندك على الحوض وتصفي فيها بواقي الأكلات اللي بتبقي هترميها عندك، وطبعا تقدري ان انتي تستخدميها كمنظم لأدوات ولوازم تنظيف المواعين. بعد كده عندنا هنا الأداة اللي بتساعدك على لف ورق العنب او ورق الكرومب او السوشي،
وطبعا استخدامها بيكون سهل وبتنجز معاكي في الوقت جدا. عاوزة طبعا اشكركم على دعمكم ليا سواء في اللايك او في التعليقات، واتمنى بالفيديو ده كمان تدعموني وتقولولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك، وطبعا لو عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو تقدري طبعا تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي، ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وحيل وافكار تانية كتير تقدري تدوسي على زر الاشتراك بيكون تحت الفيديو، وفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. وبعد كده عندنا المنظم ده، ده منظم للتسالي على شكل وردة، بيجي متقسم كده لكذا خانة تقدر ان انتي تنظمي بيه المكسرات او الشوكولاتة او الحلويات. بعد كده معانا المنظم اللي تقدري تنظمي من خلاله الشرابات او الملابس الداخلية او الطرح. بعد كده عندنا المنظم ده تقدري ان انتي تثبتيه كده على حوض المطبخ وترتبي عليه اسفنجة المواعين ولوازم وادوات تنظيف المواعين. بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض الممسحة دي، وهي بتبقى 2 في 1 تقدري ان انتي تمسحي بيها اي اسطح ازاز عندك، تنضفيها وتمسحيها بكل سهولة، بتبقى سهلة ومرنة جدا في الاستخدام. بعد كده عندنا المنظم ده تقدري ان انتي تثبتيه عندك على رخامة المطبخ وتنظمي عليه الشوك والسكاكين وطقم التوزيع وادوات المطبخ بتاعتك. وهنا بقى عندنا اداة التنظيف دي، وهي بتبقى عبارة عن فرشة بيد بيبقى فيها جزء كده مخصص تقدري انك تحطي فيه سائل التنظيف بتاعك، وتقدري تستخدميها في تنظيف الحلل او الاطباق او الاحواض، وبيجي معاها 3 قطع تقدري تبدليهم طبعا على حسب الاستخدام الحاجة اللي انت عاوزة تنضفيها. بيجي معاها قطعة زي الفرشة كده، وكمان بيجي معاها قطعة سيليكون وقطعة اسبونج، تقدري طبعا تبدلي فيهم بكل سهولة على حسب استخدام الحاجة اللي انت عايزة تنضفيها. وهنا بقى عندنا منظم البقاليات ده، المنظم ده متقسم ل3 خانات صغيرين وخانة كبيرة، وطبعا المنظم ده بيجي معاه أداة معيارية تقدري ان انت تعايري بيها الكمية اللي انت محتاجاها بمجرد ما تضغطي على الزرار، وتقدري تنظمي بيه البقوليات او السكر او الرز او الدقيق. بعد كده بقى معانا حامل المناديل ده، تقدري ان انت تثبتيه عندك في الحمام بكل سهولة وتعلقي عليه مناديل الرول او المناديل الورق. ودلوقتي تعالي نشوف مع بعض معانا منظمات الهدوم الداخلية او منظمات الشرابات. المنظمات دي بتيجي متقسمة كده، وطبعا تقدري تثبتيها عندك جوه الدولاب او برا الدولاب. وهنا بقى عندنا منظم البقوليات ده، تقدري ان انتي تنظمي فيه 6 انواع من البقوليات او الرز او السكر او الدقيق. واهم حاجة في المنظم ده بيجي معاه درج بيساعدك على ان انت تعايري بيه الكمية اللي انت محتاجاها. وبعد كده عندنا القطعة دي، القطعة دي مخصصة لتفصيص الذرة، بتساعدك على تفصيص الذرة بكل سهولة. وبعد كده معانا حصيرة السيليكون، ودي بتبقى مخصصة للعجن، تقدر انك تعجني عليها العجين وتفرديه وتقطعيه بكل سهولة. دلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة، بعد ما شفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي كمان بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت واستغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة، والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدري ان انتي تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وكمان بتسهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. انتي تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي ب3 طرق،
تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انتي عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انتي تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق AliExpress او علي بابا او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق ايباي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما سعر مصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه طبعا. بعد كده الطريقة التانية، وهي بتبقى الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام. وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن برضو على حسب المحافظات اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتبقى سهلة جدا. بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة بقى للطريقة الثالثة فهي بتبقى المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس وكده يعني. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويوصلها بسرعة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفيدوا منه. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة بالزر على اللايك والاشتراك في القناة. ولو عندكم اي استفسار في اي حاجة تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله.